تتعرض محافظة دير الزور شرقي سوريا لعاصفة غبارية مترافقة مع رياح شديدة محملة بالغبار تسببت بانخفاض مدى الرؤية نتيجة الأجواء المغبرة. نتيجة التوجيهات السيد مدير الصحة والسيد محافظ دير الزور بالاستنفار نتيجة العاصفة اللي اجتاحت البلاد، تم فرز سيارات الإسعاف تابعة لمنظومة الإسعاف الطوارئ إلى نقاط في أحياء المدينة. احنا لاحداث الطارئ احيانا تحدث مثل العجاج او حدث طارئ بنتوزع بنقاط بالبلد عده سيارات مع طاقمها كامل شوفير والطاقم المسعف، وهذا عملنا مثل ما يقول احنا جاهزين على هبه الاستعداد، يعني اي اتصال طارئ احنا متواجدين مع المحطه يتواصلون معنا بالمحطه ونلبي اي نداء طارئ. طبعا محافظة دير الزور هي من المناطق الشرقية اللي مشهورة بالغبار والعجاج بأكثر الفصول بهاي السنة، بس تغير الأجواء من فصل الصيف إلى فصل الشتاء بهذا الشهر بالسنة تتقلب الجو، يصير عندنا عجاج دائما. طبعا الجو يختلف ألوانه من البني للبرتقالي على حسب قوة الغبران اللي بالجو.